في اليوم الرابع والخمسين بعد المئة للحرب يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي كلمة مصورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد أن أولوية حماس القصوى لإنجاز تبادل للأسرى هي الالتزام التام بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين. وحول المختطفين الإسرائيليين حذر من أن المجاعة في القطاع تمتد للمختطفين وأن البعض منهم يعاني المرض بسبب نقص الغذاء والدواء. ودعا الشعب الفلسطيني للنفير والزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وعدم السماح لإسرائيل بفرض الوقائع على الأرض. وعلى الجبهة الشمالية حزب الله أعلن مسؤوليته على القصف المدفعي على منطقة ديشون شمال إسرائيل. والسلطات الإسرائيلية تؤكد إصابة 7 جنود في عملية إطلاق نار عند حاجز حومش العسكري جنوب جنين. سنناقش كل هذه التطورات بعد قليل. ختاما يا أهلنا يا شعبنا العظيم، يا رأس مالنا ويا تاج رؤوسنا، تحية لكم من أبنائكم في ثغور الرباط ومواقع القتال الذين بعتموهم لله وفي سبيل الله، فقاتلوا عن شرف هذه الأرض بدمائهم وجهادهم. تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الأطهار الذين يغسلون بدمائهم عار أمة عاجزة، والتحية لجرحانا الأبطال الذين تشهد آلامهم وجراحهم على بطولة شعب عظيم معطاء. وأبدأ هذه التغطية من رام الله، وينضم إلينا مراسلنا فراس حسن. أهلا بك فراس. فراس، كيف هي صورة الأوضاع وآخر التطورات في الضفة، وكيف يمكن قراءة هذه سلسلة هذه العمليات المتتالية؟ نعم، هلا. يعني ما زال التوتر الأمني يخيم على معظم مناطق شمال الضفة الغربية بعد سلسلة عمليات متتالية وصلت إلى 10 عمليات في غضون أقل من 4 ساعات. آخرها كان إطلاق نار قرب حاجز شافي شمرون الإسرائيلي شمال غرب نابلس. الجيش الإسرائيلي هلا بدأ عمليات البحث عن منفذي العمليات في الأماكن التي طالتها، مع التركيز على عملية حومش التي أدت إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بينهم إصابتين وصفت بالخطيرة حسب يعني آخر إحصائية للجيش الإسرائيلي. البحث سيكون عن المنفذين، وسيكون أيضا في إطار البحث إذا كان هناك أي رابط أو ربما تنسيق بين تلك العمليات في الساعات السابقة. القنابل الضوئية تنتشر في شمال الضفة الغربية بحثا لربما عن طرف خيط. الوضع في الضفة الغربية لربما هل على شفا حفرة من الانفجار. حالة من الترقب تخيم على الشمال الفلسطيني بانتظار رد الجيش الإسرائيلي على العمليات المتتالية، وربما سيتجه الجيش الإسرائيلي نحو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في منطقة جنين بعد إصابة الجنود 7، وربما سيكون التوجه نحو عمليات اغتيال من الجو بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. هذه العمليات المتتالية هل تؤكد أن شهر رمضان هذا العام سيكون مختلفا من حيث حجم التصعيد مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وأيضا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل غياب أي أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 10 حواجز ونقاط للجيش الإسرائيلي تعرضت يعني اليوم هلا لإطلاق نار، مع تمكن المسلحين جميعهم من الانسحاب من أماكن الهجوم دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية من إصابتهم أو حتى من اعتقالهم أو الوصول إليهم، مؤشر على أن لربما هلا المسلحين الفلسطينيين بدأوا باتباع تكتيكات معينة تمكنهم من تنفيذ الهجمات المباغتة والانسحاب من المكان. كتائب شهداء الأقصى التابع لحركة فتح أعلنت في بيان أيضا مقتضب أن عناصرها نفذوا عددا من العمليات وبشكل متزامن تجاه الحواجز والمواقع للجيش الإسرائيلي في عدة مناطق شمال الضفة الغربية. مجموعة مسلحة تطلق أيضا على نفسها مجموعات ليوث المجد تابعة لكتائب شهداء الأقصى تبنت هجوم مسلح على معسكر صفي الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية. أيضا كتيبة تول كرم الرد السريع التابعة لكتائب شهداء الأقصى أعلنت النفير العام في كل محافظات الضفة الغربية، في مؤشر لربما هل على أن الكتائب والأجنحة والفصائل الفلسطينية المسلحة
بدأت تعد يعني العدة لرمضان ساخن حافل بالتصعيد، وهذا ما يؤكد صحة التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من أن رمضان هذا العام سيكون مختلفا من حيث التصعيد، مع استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم 54 بعد المئة، وفي ظل أيضا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتجديدات الأمنية على الحواجز والمعابر الإسرائيلية. حركة حماس أيضا من جانبها وصفت عملية حومش بالبطولية، واعتبرتها يعني رد طبيعي على ما سمته المجازر الإسرائيلية حسب ما جاء في بيانها في قطاع غزة والضفة الغربية. وعلى مدار الأسبوع أيضا تواصلت الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس، بينها 3 عمليات أصيب خلالها 10 إسرائيليين، توفي أيضا 7 فلسطينيين متأثرين بإصابتهم. نعم فراس حسن، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وأنتقل إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وينضم إلينا مراسلنا بليغ صلادين. أهلا بك بليغ. بليغ، ما هي صورة آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم، إذن هنا في الميدان نستمر بسماع أصوات الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوقنا قادمة من جنوب لبنان أو ذاهبة إلى جنوب لبنان. في آخر تطور على الأقل على المستوى الرسمي من قبل الجيش الإسرائيلي، يقول أنه استهدف 3 مواقع تابعة لحزب الله، إحداها في اللبونية، الأخرى في عيتا الشعب، وكذلك في منطقة مروحين، مباني عسكرية وثكنات عسكرية تابعة لحزب الله في تلك المنطقة. هذه البلدات قريبة نسبيا من الحدود، ما يعني أنه يعني لا يوجد فعلا توسيع لدائرة إطلاق النار، ولكن في نهاية الأمر التصعيد واضح. حتى الآن يعني على الأقل 3 مرات انطلقت صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي، آخرها كان في الجليل الأعلى عندما يعني انطلقت 7 صواريخ من قبل حزب الله من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية. 2 من هذه الصواريخ اعترضتها القبة الحديدية، والخمسة الأخرى سقطت في مناطق مفتوحة. كان هناك أيضا سقوط لصاروخ في منطقة مفتوحة في منطقة شلومي، فعل يعني الصافرات في تلك المنطقة كذلك، ولكن برشقة صاروخية تجاه منطقة شتولا. حزب الله من جهته يقول أنه حقق إصابات مباشرة، الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى يقول أنها الصواريخ وهذه الرشقة سقطت في مناطق مفتوحة. كان هناك تقرير آخر عن استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان، لم يكن هناك تصديق عليه من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة الناقورة بالتحديد، جنوبي الناقورة في جنوب لبنان. إذن يعني هذا على المستوى الميداني هنا من قبل الجيش الإسرائيلي وحزب الله، التصعيد المستمر ورشقات المتبادلة. ولكن من جهة أخرى المساعي الدبلوماسية التي شاهدناها يعني في هذا الأسبوع من قبل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين الذي زار إسرائيل، كان قد تواجد بطبيعة الحال في لبنان قبل ذلك، وتحاول الجهات الأمريكية والدولية بشكل عام التوصل إلى صيغة يمكن فيها يعني احتواء التصعيد هنا على هذه الجبهة، تخوفا من يعني أن تتوسع وتصبح حربا شاملة. يعني ما نعرفه حاليا هو أن يعني الأمور والعيون تتجه نحو الأسبوع الأول من رمضان، حيث يعني في حال لم يكن هناك توصل لصفقة من الممكن أن نرى تصعيد، إن كان على جبهة يعني الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو على الجبهة الشمالية بطبيعة الحال، خصيصا إذا ما قررت السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي التقدم نحو مدينة رفح الجنوبية. ما سمعناه على الأقل يعني من تصريحات حتى ولو لم تكن رسمية من قبل حزب الله، ولكن واضح جدا أنه في هذه الحالة من ممكن أن نشهد تصعيد على هذه الجبهة، مساندة كما يقولون للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والغزيين بشكل عام في القطاع. نعم، من الحدود الإسرائيلية اللبنانية مراسلنا بليغ صلادين، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وننتقل إلى غلاف غزة، وينضم إلينا مراسلنا عبد الكريم الطيناوي. أهلا بك عبد الكريم. عبد الكريم، ما هي صورة المشهد لديك؟ هلا، نبدأ يعني من محور القتال المتقدم وتحديدا جنوبي قطاع غزة، وأيضا يعني بأكثر دقة من منطقة يعني مدينة حمد، تلك المنطقة التي يعني تشهد قتالا ضاريا بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، حيث يقوم الجيش بيعني الهجوم إلى يعني على تلك المنطقة من 3 محاور، تقود قوات من اللواء 7 محور، وكذلك الكوموندوز البحرية الفرقة 13 أيضا
يعني تقود مرحلة يعني إحدى هذه المحاور، وكذلك يعني قوات من الفرقة 62 أيضا يقومون ب يعني مداهمات في تلك المدينة، وتقول يعني هذه القوات بأنها خلال هذه المداهمات يعني عثرت على العديد من المنشآت القتالية وكذلك مستودعات لتستخدم لصناعة الوسائل القتالية، وكذلك ايضا يعني في خلال هذه المداهمات قامت الفصائل الفلسطينيه ب يعني وضع كمائن وشن كمائن على يعني القوات الاسرائيليه المتحركه في تلك المنطقه، مما جعل يعني هذه القتال مشتدا في تلك المنطقه، حيث يعتقد الجيش الاسرائيلي بان يعني مدينه حماه هي يعني هذه المدينه هي معقل لنشطاء حركه حماس، وكذلك بعض مقاتلي يعني من الذين فروا من منطقة خان يونس ذهبوا إلى تلك المنطقة، بالتالي ذهبت القوات يعني للقتال هناك، وذلك قبل يعني بدء مرحلة جديدة من القتال، وذلك يعني بعملية برية في منطقة رفح، حيث يعني قال القيادة الإسرائيلية لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بأن الجيش مستمر في حربها يعني في قطاع غزة، وهذا يعني في كل المحاور في قطاع غزة بما في ذلك يعني منطقة رفح. وأيضا يعني الخارجية الإسرائيلية هذا اليوم وفي تصريحاته حول يعني ترحيبه ب يعني الممر البحري ايضا ذكرت هذه الخارجيه الاسرائيليه بان يعني اسرائيل ستقاتل وتستمر في يعني قتال حركه حماس في يعني في قطاع غزه، وقالت الخارجيه ان حماس يعني هي تعمل يعني لاجل يعني تدمير اسرائيل، وقامت ب يعني الهجوم على اسرائيل في 7 أكتوبر، ولذلك يعني اسرائيل ملزمه بقتال هذه الحركه وتدمير وإعادة المختطفين. وبالحديث عن المختطفين يعني ومن خلال يعني كلمة أبو عبيدة هذا المساء يعني أيضا يعني هذه الكلمة هلا يعني يصب الزيت على النار في إسرائيل، لا سيما في أوساط أهالي المختطفين الذين هم غاضبون في الأصل من الحكومة الإسرائيلية، ويعتقدون بأن الحكومة غير جادة في مسألة يعني الذهاب نحو إبرام صفقة لإعادة المختطفين، وأيضا طالب يعني اهالي الاسرى او اهالي المختطفين ب يعني طالبوا الحكومه بالذهاب نحو ابرام صفقه، وفي سبيل ذلك قاموا بالتظاهرات وايضا اغلاق لطرق رئيسه اليوم في تل ابيب وكذلك في بعض المدن الرئيسه. وفي اطار ذلك ايضا يعني تحدث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي حول مساعي الجهود الوساطة لأجل إبرام صفقة يعني قبل رمضان الوشيك، وفي سبيل ذلك أيضا الزيارة التي يعني يقوم بها رئيس CIA ويليام بيرنز لهذه المنطقة، كانت يعني بدأت هذه الزيارة بالقاهرة والآن في قطر، وسيستمر يعني ويليام بيرنز في زيارته وكذلك يعني قطر وكذلك الولايات المتحدة ومصر، كلها يعني كل هذه الجهود التي تصب في مصلحة إبرام صفقة لإعادة المختطفين وكذلك ل يعني الهدوء على الأقل في هذا رمضان في منطقة قطاع غزة، يعني يتحدثون عن يعني إبرام هدنة لمدة 6 أسابيع، لكن في الجهة المقابلة هلا حماس ترفض ذلك، ويعني حماس حتى الحال تطلب إيقاف هذه الحرب وكذلك إخراج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. نعم، عبد الكريم الطينة ومراسلنا من غلاف غزة، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ومن غلاف غزة ننتقل إلى قطاع غزة، وينضم إلينا سهيل ناصر صحفي مختص بالشأن الفلسطيني. أهلا بك سهيل. سهيل، بداية، ما هي صورة آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم، هلا. يعني الجيش الإسرائيلي متمركز في مدينة حمد في مدينة خان يونس، وواضح بأن في تلك المنطقة يعني حتى اللحظة يطلب الجيش الإسرائيلي من مربعات سكنية وظائف سكنية معينة بضرورة إخلاء السكان، وبالفعل هم يخلون بعضهم إلى مدينة دير البلح. يعني واضح هنا هلا بأن الجيش الإسرائيلي يضغط في نقطتين، يضغط السكان في دير البلح تحديدا، وأيضا إلى مدينة رفح. مدينة رفح يذكر بأن أو مدينة دير البلح ورفح يذكر بأن الجيش الإسرائيلي لا يدخل تماما إلى دير البلح، وبالتالي واضح بأنه يخطط إلى شيء ما سواء إذا ما تمت الهدنة أو لا. وإضافة إلى ذلك بأنه أيضا يضغط السكان في رفح، وخاصة أن التهديدات الإسرائيلية هي تتحدث بشكل واضح بأن دخول رفح هو تحصيل حاصل. إضافة إلى ذلك بأن أيضا قبل قليل كان هناك استهدافا في محيط أبراج الكرامة
في شمال غرب مدينة غزة، واستهدافات أيضا وصفت بالعنيفة في غرب مدينة غزة. وأيضا قبل قليل أو قبل 10 دقائق كان هناك استهدافا في شرق مدينة رفح. التركيز أو الاستهدافات في مدينة رفح لم تتوقف، وبالتالي هذا يعطي إشارة بأن الأمور تسير ببطء نحو رفح، ولكن واضح بأن أيضا هناك عملية التخطيط للدخول لرفح بات بشكل أو بآخر لم يكن وشيكا، قد يكون مؤجلا لأهداف ربما تعلمها الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق واستمرارها بالحرب على قطاع غزة. إضافة إلى ذلك بأن أيضا كان هناك استهدافا لسيارة مدنية بحمد الله كانت فارغة في حي النصر أيضا بمدينة غزة، ولكن كان هناك إصابة واحدة من محيط هذه السيارة. وأيضا كان هناك أيضا إصابات في مشفى غزة الأوروبي جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لأيضا مركبة مدنية في منطقة ما تسمى الثوابتة في جنوب مدينة خان يونس. وأيضا ارتفع أيضا أعداد الشهداء بسبب سقوط المساعدات عليهم بشكل مباشر إلى 5، وإلى أكثر من 14 إصابة بسبب سقوط المساعدات التي سقطت بشكل أيضا غير منظم وغير منسق على المواطنين في شمال قطاع غزة. وبالتالي أيضا يعني نتحدث حتى اللحظة فقط في مدينة خان يونس ورفح عن ارتقاء 24 شهيد ما بين خان يونس ورفح. الأعداد غير محصورة بالمناسبة بشكل جيد في المناطق الشمالية، هناك أناس من يدفن شهداءهم دون أن يبلغ الجهات الرسمية بسبب صعوبة التواصل وصعوبة الوصول إلى المشافي التي هي بالأساس لا تعمل. الكثير من المعاناة في تلك المناطق التي يتحدث عنها السكان، إضافة إلى ذلك بأن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتحديدا في منطقة ما تسمى جرة العقاد، نعم، يعني خلفت دمارا كبيرا، نعم، وعنيفا في تلك المناطق. نعم، ابقى معي سيد سهيل، وأريد أن أرحب بضيفي من القدس دكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور مئير. دكتور مئير، سمعنا في كلمة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن أولوية حماس القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل، ولا يوجد هنالك تنازل عن ذلك. يعني هل باعتقادك بات الطريق مسدود؟ هو سيد الموقف؟ نعم، الطريق مسدود تماما، لأنه نحن نريد أن نقبض على هؤلاء أبو عبيدة والسنوار وغيرهم وأن نعدمهم في إسرائيل. يعني نحن مشروعنا هو القضاء عليهم، وبالتالي هم لا يريدون التعاون معنا في الوصول إلى هذا الهدف. هدف الاستراتيجي من الحرب ليس تحرير المختطفين. نحن لدينا في إسرائيل 1200 شهيد في اليوم الأول، لدينا أكثر من 2000 شهيد بعد الذين استشهدوا في القطاع من جنود جيش الدفاع، لدينا أكثر من 9000 محروق ومشوه ومن بترت ساقه ومن اليوم الأول ومن بعد ذلك. وبالتالي أستاذي الكريمة، نحن في حرب شرسة للغاية مع هؤلاء الدواعش في القطاع، وبالتالي الهدف هو القضاء عليهم. لو استطعنا مقابل إدخال المزيد من المواد الغذائية وربما الوصول التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، وبالمقابل نحن نوافق أن نفرج عن عدد من الإرهابيين في سجوننا مقابل أن يتم إطلاق سراح المختطفين الذين ليسوا أسرى. كيف أسرى هؤلاء؟ هل هؤلاء أسرى الطفل الذي اختطف من غرفة نومه في صباح يوم العيد؟ المرأة التي اختطفت وهي بلباس المنزل؟ هؤلاء حتى جنودنا ليسوا أسرى، لأنهم لم يختطفوا في ميدان المعركة أمام جيش نظامي، وإنما اختطفوا كذلك من قواعدهم على يد هذه العصابة الإجرامية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه المفاوضات العباسية لا معنى لها على الإطلاق. الناطق باسم حماس يقول نحن عاجزون عن حماية وطمان يسميهم الأسرى مختطفين. حماية من؟ أنت تحميهم؟ أنت لماذا اختطفتهم بالأساس وحرقت منازلهم وقتلت جيرانهم وأقربائهم؟ يعني عن ماذا، نعم، يتحدثون هؤلاء؟ نعم دكتور، وكأنهم يعني يكرمون نعم. ولذلك أنا أقول يعني نحن طبعا مختطفين في القطاع نحسبهم شهداء عند الله،
ولكن الهدف الأساسي لو استطعنا أن نطلق سراح عدد منهم سوف نعم. دكتور مئير، أبو عبيدة استخدم أيضا ورقة المختطفين يعني للضغط على جانب الإسرائيلي حينما قال أن المجاعة التي يعاني منها سكان غزة طالت أيضا المختطفين الإسرائيليين، يعني مما أدى لتدهور وضعهم الصحي. ما هو تعقيبك على ذلك؟ تعقيبي أنها حرب نفسية بروباغندا، وبالرغم من ذلك نحن نقول أن نحن لسنا للمختطفين، لا حتى لسكان غزة، نحن نرسل المواد الغذائية، نحن فقط من معابر إسرائيل 15,000 شاحنة، هذه أرقام صباح الأمس، ومن معابر إسرائيل وعلى متنها 280,000 طن من المواد الغذائية. وأنا أقول هذا لا يكفي، أنا أقول هذا ويجب إدخال المزيد وسوف ندخل المزيد، ولكن مقارنة بما دخل من المعبر المصري هذا أكثر من الضعف وفقا للأمم المتحدة، وهذا لا يكفي ولن يكفي ولن يكفي حتى تنتهي الحرب، ويجب أن تنتهي الحرب، تنتهي الحرب باستسلام حماس أو بالقضاء على، لا يوجد خيار آخر. ولكن بالمقابل لو كانت إسرائيل محاصرة من قبل حماس أو من وراء حماس من النظام الإيراني وشركائه في المنطقة، هل كانوا سوف يدخلون الأغذية إلى الإسرائيليين وينزلون الوجبات الساخنة من السماء عبر طائراتهم ويتحدثون عن ممر بحري إلى أشكلون وإلى حيفا؟ كانوا سوف يقتلونهم جميعا، كانوا سوف يقتلون ويذبحون كما فعلوا. ونحن بالمناسبة في كل أسبوع نحن نعثر على أشلاء لشهدائنا داخل هناك، رأس لأحد الذين دفن بدون رأسه في 8 أكتوبر دفن ورأسه عثرنا عليها في قطاع غزة، معروضة كانت في مزاد للبيع 10,000 دولار. نحن نحارب وحوش، نحن لو كانوا هم مكان إسرائيل في محل إسرائيل لفعلوا أشياء نحن لا نتخيل. حتى لو كانت إسرائيل تحارب قطاع، لو كانت حماس فعلت ما فعلته في 7 أكتوبر قبل 200 عام أو 100 عام، ماذا كان سوف يكون ردة فعل الدولة مثل إسرائيل؟ كان سوف تقتل جميع سكان قطاع غزة وتحتل القطاع وتضمه إلى إسرائيل، هذا كان منطق العصور القديمة. ولكن نحن اليوم هناك مجتمع دولي، هناك قانون دولي، هناك أعراف تحترمها إسرائيل بحذافيرها، وبالتالي نحن لا نريد أن يؤذى السكان المدنيين في القطاع. ونحن ليس فقط حرصنا على رهائننا على مختطفينا، ليس فقط، ولكن حرصنا كذلك وبنفس الدرجة على سكان القطاع. نعم دكتور مئير، أبو عبيدة أيضا دعا الشعب الفلسطيني للنفير والزحف للأقصى والرباط فيه وعدم السماح لإسرائيل بفرض الوقائع على الأرض. يعني نحن نرى وكأن حركة حماس تريد إشعال الوضع في الداخل الإسرائيلي، وشهدنا أيضا اليوم سلسلة من العمليات في الضفة الغربية. نعم هذا منطق طبعا جاهل وفاشل، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع في إسرائيل. نحن في إسرائيل يعني المكون الإسلامي والمكونات العربية جميعها هي جزء من النسيج الوطني الإسرائيلي، وإسرائيل من الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية تطبق في إسرائيل فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأخوة والمواطنين المسلمين، وبالتالي هو لن يعطي لنا دروسا، هذا لن ينجح على الإطلاق في التفريق بيننا نحن في إسرائيل اليهود والعرب يدا بيد، وبالتالي ولم ينجحوا في السابق كذلك. ونحن نرى أنه من يتعاطف ويتعاطى مع حماس بإيجابية قلة قليلة، يعني لا تذكر داخل إسرائيل متطرفة، كما أن هناك متطرفين في داخل كل مكون، وبالتالي لن ينجحون. الأماكن المقدسة الإسلامية تحترم ويجب أن تحترم وسوف تحترم، المسجد الأقصى هو مكان مقدس للمكون الإسلامي الكريم داخل إسرائيل، كل من يريد في شهر رمضان المبارك أن يصلي فيه من أخوتنا المسلمين سوف يذهب للحج ولقضاء شعائر الإسلام فيه كما هو متعارف عليه على مر السنين. نعم ابقى معي دكتور مئير. سيد سهيل، سمعنا في كلمة أبو عبيدة حينما قال أن أهل غزة يقدمون التضحيات، كيف تلقى سكان غزة هذا الكلام؟ يعني أنا أعتقد هلا بأن هذا الأمر هو بكل تأكيد، يعني أول نحن نحارب احتلال، يعني هذا شيء واضح أن نحن تحت احتلال يمعن في عملية القتل ولا يحتاج إلى مبرر بالمناسبة. يعني ما حدث في 7 أكتوبر إن كانت تراه إسرائيل بأنه هو المبرر لهذه الحرب، ماذا عن الحروب السابقة التي اغتالت فيها إسرائيل وفتحت جبهات مع قطاع غزة ومع الفصائل الفلسطينية؟ وبالتالي أنا أعتقد في هذا السياق بأن الحديث في هذا الأمر قد يحتاج، سواء اختلفنا أو اتفقنا نحن كفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك حلا سياسيا، ويجب أن يكون هناك خلاصا للاحتلال الذي أيضا يتحكم بشكل واضح وكبير على أهل قطاع غزة.
الحكومة الإسرائيلية هي التي حافظت وعززت حالة الانقسام داخل الحالة الفلسطينية وأوصلتنا إلى ما أوصلت إليه. يعني حتى في القرار الحديث الذي يقول بأن هناك انتخابات، أيضا إسرائيل تضع عراقيل بتنفيذ أيضا انتخابات سواء كان في القدس أو في مناطق فلسطينية أخرى، وهنا نتحدث عن الضفة. وبالتالي الأمر ليس فقط يعني نتحدث عن بعض كلمات تحدث عنها أبو عبيدة، الأمر برمته أيضا موجود لدى الجانب الإسرائيلي. الحكومة اليمينية المشكلة بشكلها وحالتها الحالية هي بالأساس ترفض أي مقترح لقيام دولة فلسطينية ودمروا هذه المقومات في غزة. نعم نعم. سهيل أيضا قال أبو عبيدة يعني أنهم مستمرون في الحرب، ولكن الوضع وضع السكان في غزة سيء جدا، بدون طعام بدون دواء. هل فعلا الحركة قادرة على هذه المعاناة، مع هذه المعاناة أن تستمر في هذه الحرب؟ يعني أنا أعتقد في هذا السياق بأن حالة الاستمرار أو عملية الاستنزاف التي تمارسها الفصائل في المقاومة في غزة هي أيضا تشكل حالة استنزافية للقوات الجيش الإسرائيلي. ونستمع لكل يوم من المصدر الإسرائيلي وليس من المصادر الأخرى بأن هناك إصابات وهناك قتلى أيضا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وإن كانت ليس بحجم ما يحدث في قطاع غزة، ولكن في نهاية المطاف وواضح بأن هذا الأمر أيضا ما يدفع ثمن ذلك هو المواطن في غزة. وبالتالي العملية القتل والتجويع الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية هي تأتي للضغوط أو للضغط على الفصائل أو على حركة حماس تحديدا. ولكن دعيني أقول بشكل واضح، للأسف حتى اللحظة فلسطينيا لم نسمع إلى أن يكون هناك توحيد للصف الفلسطيني لإنهاء الانقسام. نعم لضيق الوقت أشكرك. نعم سهيل ناصر، صحفي مختص بالشأن الفلسطيني، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وأيضا ضيفي دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، شكرا لك على كل هذه المعلومات. والشكر موصول أيضا لجميع مراسلين في الميدان. نلقاكم في تغطيات أخرى.